إنه كاني أمشي أنا وأختي، طيب، نعم. وفجأة لمحت زوجي عريان ما عليه ولا شيء، وكان يعني عاري قدام مجموعة كذا رجال يمكن حول 6 5 كذا تقريبا، وكان زوجي يعني مو منتبه لي، وأنا انتبهت له وزي اللي شهقت إنه إيش في زوجي يعني عريان بالطريقة هذه، رحت أبغى أغطيه، وطبعا هو مو منتبه لي، زي اللي ضايع، زي اللي مفهي يعني تايه زي كذا يعني حالته يعني. فلما جيت أبغى أغطيه شفت من الدبر كذا في شعرة متينة طالعة، قلت لأختي راح أنظفه بشيل الشعرة هذه وأغطيه، لما جيت أسحب الشعر طلع يا شيخ كمية شعر كأنه شعر حرمة طول متر وكلها عقد، لما طلعتها منه أنا مصدومة، يعني كمية هائلة شعر حرمة يعني زي شعورنا الطبيعية، تمام، وكان فهمت عليك، واصل. أيوه وبس، وكانت كذا عقد، فجلست أقول لأختي مصدومة، إن قلت لها كيف الشعر هذا كله كان موجود في مكان صغير يعني بالطريقة هذه، بس الحمد لله إنه أنا نظفته يعني طلعت كل شيء وبس، وصحيت يعني من المنام. ابشري ابشري، قفلوا المايك اذا طلعها. كم صار لكم متزوجين؟ تقريبا كملت 9 سنوات. جاكم عيال ولا ما جاكم؟ ايوه في عندي بنت. زوجك يطلع اسراره برا او يعلم باسراره اخوانه وعيال عمه وكذا، اي اسرار له يقولها لهم بحسن نيه؟ والله انا ما اعرف علاقته بالرجال، بس زوجي من النوع الكتوم يعني اللي انا طيب اعرفه، تمام بس انه تمام شوف احنا في بيننا مشاكل انا وهو بقول لك، يعني. انا بسالك، انا بسالك شبشي عشان اعطيك الحل. طبعا المشاكل هذه واضح ان في مشاكل، وما يطلع، ما يطلع لي بخاطره يعني، حتى لو صار بينهم مشاكل ما يقول لك انا والله ترى زعلان من كذا 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 كذا، يشرح ما يشرح، يزعل احيانا ويكتم واحيانا يخرج شيء من شعوره، وانت تجبرينه على انه يقول لي بخاطره. طلعي لي بخاطره، قول اللي بخاطرك، لان الشعر هذا اللي طلعتيه هذا اول شيء هو يعاني من مشاكل باطنيه ولا لا؟ والله أنا يعني وهو صراحة يعني لا اتكلم عنه هو الحين، بعدين اتكلم. أيوة هو هو يعاني من مشاكل باطنيه دائما، أيوة دايما عنده مشكلة باطنية، وعنده احيانا، عنده اجلكم الله جميعا وانت كذا، مرات عنده افراط بالبطن، واحيانا يكون لا يعني الباطنيه عنده ما هي طبيعيه، أي دخول دوره المياه مو من يوم طبيعي، ما مرات تزوجت. زين ومرات لا، صح، من يوم ما تزوجت حتى لما يروح عند الدكتور يقول الدكتور أنت ما فيك شيء. ما فيك شيء. ايوه وهو يا شيخ يعني من قبل ما يتزوجني في كان يعني العائله معمول لها عمل يعني الواضح ان زوجك معمول له عمل من امرأة، معمول له عمل من امرأة وصح. تفسد عليه، تفسد عليه الحياة العائلية والحياة الزوجية، وخاصة العلاقة الزوجية بينكم متعطلة جدا، متوترة جدا. ايوه أضف إلى لانه ذلك أنه دائما يعاني من مشاكل في البطن، ودائما ساكت يعني وكأنه مكتئب في البيت، كأن الدنيا طاحت على راسه. صحيح يا شيخ هذا حاله هنا يعني في البيت. اي في البيت كأنه جالس بالحاله، ما كان في احد معه في البيت، ما كان في البيت عرب. ايوه بالضبط هذا هو يعني حتى الحين، لانه بالضبط هذا هو يعني حتى الحين لنا تقريبا 6 سنوات 7 سنوات، يعني الاشياء يعني العلاقة بين الزوج وزوجته ما يقدر ما يقدر، ما يقدر طافي طافي، صفر. يعني، حتى قد شوفي حلمت شوفي خلاص واضح، حتى لو حلمتي حلم ثاني وثالث ورابع كلها تشيري، لان هذا الرجل سحر من امرأة، والسحر هذا قديم جدا، واكله اكل، اكله بلعه بلع، ماكول او مشروب، ولكن في الغالب ماكول. طيب وش الحل؟ انا مو بس اقول لكم كذا وبعدين اخليكم تروحون تدوهون في حياتكم، اصلا هو رافض وهارب من البيت اصلا الحين لنا تقريبا 6 شهور يعني لازم بالضبط، يطلع. اي طبعا ما بين طبعا، تواصل ولا شيء ولا شوفي حاجه. شوفي، هو الحين هو طالع من البيت ويعاني من مشاكل ما يعلمها الله سبحانه وتعالى، فربما بدأ يتكلم مع أحد من المقربين، اللي هم أصلا غير المقربين، الأشخاص أو الناس اللي سووا له المشكلة هذه، بدأ الآن يفضفض لهم عريان، بدأ يطلع، أنت شفتي عريان تحاولين تغطينه، تحاولين الآن أنت تحاولين تلمين الدور، تحاولين أنت قاعدة تبذلين جهد، بينما هو لا، راح هرب، ترك كل شيء، وكأنه يقول خلاص ما عندي حلول، الحل إني أمشي. وبدأ يفضفض الناس، يطلع أسراره للناس، الناس هذول هم اللي أصلا فرحانين فيه ويتمنون زوال نعمته، ومستانسين الان، هو قاعد يقول انا تعبان وانا كذا وانا اعاني وانا طلعت من البيت وما ابغى زوجتي، واذا رجعت البيت كذا كذا، قاعد يشرح
انت شفتيه متعري، وهذا دليل على انه يتعرى، يخرج كل اسراره، ما عنده سر يمسكه عند الناس هذول، وخاصه الناس اللي اذوه. طيب وش الحل؟ الدعاء. مع انه ما تقدري تجيبينه، عليك بالدعاء. اللهم اخرج. شوفي، اول شيء تقولين بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأين الفاتحه، ثم تستغفرين 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 حتى تصابين بالجفاف من كثر الاستغفار. ثم تبدين تدعين الله سبحانه وتعالى، تقولين اللهم يا حي يا قيوم، بقوتك أستجير، وبرحمتك أستغيث، اللهم فأجرني في زوجي، وأغذني فيه، واخرج ما في جوفه، واخرج ما في نفسه، واخرج ما في جسده، واخرج ما في جسدي وفي جوفي وفي نفسي وفي ذريتي من عقد السحر المعمولة لنا للتفريق من النساء ومن الرجال، من الجن ومن الإنس، من الأقارب ومن الغرباء. اللهم ابطل كل عقدة، اللهم احلل كل عقدة، اللهم فك عنهم دروعهم وفك حصونهم، اللهم زلزل أقدامهم. ثم تقرأين بعد ما تدعين الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء كله، ثم تقرأين الآية 2، طبعا من منتصف الآية 2 في سورة الحشر. وظنوا، أنتوا لو تدبرون الآية هذه يا أختي الكريمة يا منو، شلو تتذكر لو تدبرون الآية هذه عرفتوا عظمتها. والله يا جماعة الخير إني فاك سحر من سبت العلاية في آخر منطقة من مناطق المملكة، وإن المرأة أقرأ عليها وهي بنفسها أغمضت عيونها، وبعد شوي بعد ما فتحت قالت إني أنا شفت نفسي. قلت شفتي؟ قالت شفت نفسي واقفة عند باب بيتي وقتلت حية. وقريت عليها بعدها تقريبا ربع ساعة كاملة بالسماعة، والله ما تحرك فيها رمش، مع العلم أنها كانت تستفرغ في بداية الأمر، وبعدين ما عاد تحرك فيها شيء، وأبطل الله السحر بالآية هذه. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. حصونهم نعم توترني هذه الآية. طيب أسكت، أنت عارفتها تمام، أنت عارفتها حتى آخرها، وبعدين ترجعين تدعين الله سبحانه وتعالى مرة ثانية، تقولين اللهم يا حي يا قيوم، زلزل حصون الشياطين والمردة والمؤذين في زوجي وفي نفسي وفي ذريتي وفيما آتيتني من ملك. تمام، استودعتك الله يا منوش. في سؤال يا شيخ. اسألي ود، اسألي وقولي اللي تبغين، أنا متعاطف مع اللي عندهم مشاكل. يا شيخ، في مقطع نزلته على تحريج البيت، طيب؟ نعم. لما عرفت أنه أنا عندي مشكلة فجأة كذا، صرت نافرة من زوجي وما أبغى، تقريبا قبل 6 شهور، جلست شهر كامل ما أقدر أطالع فيه أصلا، فجلست كذا جلست أدعي أنه يا ربي أنا إيش فيني، يعني أنا ماني عارفة، فبديت بالبقرة وزي كذا، وسمعت المقطع حقك يعني. فلما بديت الرقية وبديت البقرة، طبعا أنا ساكنة فوق بيت أهلي، طيب، فأهلي تحت تأثروا مع بيتي، بديت أسوي التحريج بنية بيتي وبيت أهلي. أحسنتي، اللي هي صورة البقرة، صورة العمران والشعراء والإسراء، لكن وطاها شيء... ويونس. أيوة يا شيخ، بس ختمت خلاص طبقت نفس ما قلت، بسم الله الرحمن الرحيم، أجهزة البيت كلها انحرقت، الأجهزة الكهربائية، الأبواب، القفل كلها تفكك، جدار الواجهة، باب الشارع، في إحنا عندنا بلاطات برا من الشارع، طاحت أربعة، طاح أربعة كذا كلها طاحت، يعني صار أشياء غريبة. فقلت لأمي إنه أنا نويتها، وهذه يعني طريقة الشيخ إنه ممكن يكون في شيء، في حاجة إنه ندور. نعم تمام عليك، وقفي. أنا بس هذا السؤال إنه أنا ما لقيت شيء، يعني ما لقيت شيء، ما لقيت شيء، هذا مرشوش، هذا أحيانا يكون مرشوش أو موكل بعلم النجوم، بالنجوم. ترى شوفوا السحر علمه بحر ما كل أحد يعرفه، أحيانا تؤكل عليها شياطين بالتنجم بالنجوم، الشيطان يجي يأذي في هذا المكان ويهرب، يروح ويهرب، فعندما يحدث فيه الرقية له أقفال إحنا ما نشوفها، وله ثكنة إحنا ما نشوفها. ولا ليش إحنا نقرأ القرآن ونقول فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، يعملون من عمل أيا كان العمل، حتى لو بالنفث الشياطين تنفذ بالمكان. إذن الأجهزة هذه اللي احترقت كلها اخرجوها من البيت، الأماكن اللي في البيت تصدعت أو صار فيها تشققات وصار فيها كذا، جيبوا موية باردة بدون ملح بدون شيء، لأنها تشققت خلاص، تحتاج فقط إطفاء الحرارة اللي فيها من الأذى. تقرؤون فيها الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين، وبعدين تقرؤون الآية في 82 في سورة الإسراء، فوقع الحق، 81-82 فوقع الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آسف، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. في الماء بعدين ترشين كل الأماكن اللي صدعت البلاط والأشياء اللي صدعت عندكم، لأنه 100% هذه فيها هذا، واسمه الحاجب، اسمها الحاجب. بالنسبة للشياطين يحطون حاجبهم في هذا المكان بحيث أنه يكون زي ما نقول حنا الربك، الربط للمواشي، الربط للمرضى والمؤذين فيهم كلهم، بحيث أنهم يروحون يرجعون في نفس المنطقة هذه. فإذا والنمل النمل حرجوا عليه، النمل حرجوا عليه ثم دبروا عليه يوم واحد فقط، ثم جيبوا ماء وملح وصبوه صب على فتحات النمل، الفتحات اللي يخرج منها يبطل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا ما راحت هذه تعتبر نمل عادي، تحاولون تجيبوا مطهرات أو أشياء تقفلون أماكنها وتحرجون عليهم مرة ومرتين ويروحون، لا تقتلونهم على طول. تمام يا شيخ، يديك العافية، الله يجزاك خير. حتى أنت يديك العافية، أهم شيء عندي أنت استوعبتي. أيوة أنا مستوعبة، أصلا أنا على رقية يا شيخ وأسمع ومرة تعبانة يعني، بس بديت الرقية جالسة تطلع لي أمراض ما كانت موجودة. لأنها ليش تطلع؟ تدري ليش تطلع؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يميز الخبيث من الطيب. هذه علبة موية صح؟ إيه؟ راكدة الآن، هي راكدة صح؟ وجلكم الله في أسفل الموية هذه في تراب أو في شيء مو بزين، لكنها راكدة، تشوفينها دائما نظيفة من فوق ما فيها شيء. وش سويت أنا الحين بالرقية؟ بديت أحركها، هذه الرقية بديت تحركين الجسد، بدت تطلع كل البلاوي اللي تحت، بدت تنتشر في الماء كله، هذا نفس الجسد. أيوة ليش بدأ يطلع لازم وتكيس في الأرحام يعني. سوي اللي قلت عليه قبل شوي، أنت كنتي معنا تكلمت عن الملح وعن المرة. أيوة. يلا استودعت، إن شاء الله يمنوش الله يبعدك، شكرا لك.